نعم، بداية يعني يشرفني فعلا أن أكون هنا معكم، فشكرا لاستضافتي مجددا. كما أشرت وأنت مصيب في ذلك، حاليا كثير من انتباه الولايات المتحدة وكثير من انتباه المجتمع الدولي ينصب على النزاع في أوكرانيا والمشاكل الداخلية العراقية ليست بالضرورة تسترعي الكثير من الانتباه من المسؤولين في الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد بأن هذه الزيارة من مساعدة وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد وأربيل كذلك ترسل رسالة بالغة الأهمية من إدارة بايدن إلى الإدارات في بغداد وكذلك في أربيل بأن الولايات المتحدة مهتمة وقلقة عن كيف أن بعض هذه التوترات في العراق كانت تحتدم في الأسابيع الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة، وكيف أن واشنطن لديها مخاوف حقيقية عما يمكن أن يلي ذلك بالنسبة للعراق في هذا التوقيت، وحيث أن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول مستقبل العراق. الولايات المتحدة لديها اهتمامات مختلفة في العراق، سواء ما كنا نتحدث عن مصادر الطاقة أو نتحدث عن التهديدات المتواصلة لداعش، فأعتقد بأنه من المهم لمسؤولي الولايات المتحدة ونظرائهم في العراق بأن تعقد مثل هذه الاجتماعات ومحاولة دعم التنسيق ما بين الولايات المتحدة والعراق للمضي قدماً.